معنا من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة. من تل أبيب النائب والوزير السابق الجنرال إفرايم سنه. ومن لانكاستر في ولاية بنسلفانيا المسؤول السابق في إدارة الرئيس ريغان جيفري لورد. أهلا بكم. أبدأ معك هذا النقاش سيد خالد عكاشة. استمعنا لهرسي هاليفي وهو يتحدث عما بعد القضاء كما يقولون على حماس، وهي أن إسرائيل من ستقرر من يحكم القطاع. ما مدى خطورة ما تسمعون من قائد الجيش الإسرائيلي؟ مساء الخير لحضرتك وللضيوف الأعزاء والسادة المشاهدين. أعتقد أن يعني هذا الحديث سابق لأوانه، وإن كان يعكس نوع من التوتر والتشنج الإسرائيلي لا شك في ذلك. لو تحدثنا عن من يتولى شؤون قطاع غزة، يفترض أن هناك سلطة فلسطينية موجودة في رام الله لطالما أضعفتها إسرائيل طوال الوقت وحصرتها وحصرت قدرتها في إدارة شؤون البلدان والبلدات الفلسطينية. إسرائيل هي التي قطعت الاتصال ما بين قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، وأصرت طوال السنوات الماضية على أن تكون أو أن يكون قطاع غزة عبارة عن سجن بشري كبير. هذا الأمر هو أحد المسببات الرئيسية التي لا تريد إسرائيل الاعتراف بأنها سببا رئيسيا لهذا التفجر ولهذه العمليات التي جرت في 7 أكتوبر. أعتقد أن تقوية السلطة ووجودها والاعتراف الدولي بهذه السلطة وعلاقتها المتميزة بكل جوارها العربي والإقليمي تجعلها قادرة على إدارة شؤون كل البلدات الفلسطينية وليس قطاع غزة وحده. لكن كانت الانتقادات توجه طوال سنوات ماضية بأن الجانب الإسرائيلي سعيد بالإدارة الحمسوية وسعيد ويغذي هذا الانقسام الفلسطيني، وكان يترك قطاع غزة وكأنه يدير نفسه ويدير شؤونه. هكذا تفاقمت الأمور وأصبح المشهد على ما نحن نتابعه الآن. الجنرال إفرايم سني، بعد أن بات الهجوم البري شبه محتوم مع هذا الحشد للقوات البرية الإسرائيلية قرب غزة، متى برأيك ستكون ساعة الصفر؟ ما الذي سيقرر هذه الساعة؟ وكيف تتحضر إسرائيل لهذه الحرب البرية التي بالتأكيد لن تكون سهلة مع حماس؟ لا أتوقع متى سيكون الساعة الصفر بكل تأكيد، ولكن لدي رؤية واضحة كيف ستبدو الأمور بعد أن تنتهي الأعمال العدائية. حماس ينبغي أن يقضى عليها تماما. حماس لا يمكن أن توجد كقوة عسكرية في غزة. ثم الخطوة المقبلة هي طبعا نزع السلاح من غزة، ثم ينبغي أن يكون هناك مسار سياسي للمفاوضات، ليس مع حماس، أبدا ليس مع حماس، ولكن مع السلطة الفلسطينية الشرعية. والهدف الرئيسي في الأخير هو الحل السياسي، ولكن لن يكون هناك حل سياسي أو حل عسكري ما دامت حماس موجودة في غزة. الحرب في المدن سيد حماس إفرايم، حماس اسمح لي سيد إفرايم بالمقاطعة، الحرب في المدن ألا تقوض التفوق العسكري الإسرائيلي؟ هل يمكن أن تعيد السؤال من فضلك؟ الحرب في المدن سيد، هل سمعت السؤال؟ أنا سألتك بما أنك تقول بأنكم متأكدون بإنهاء حكم حماس في غزة، لكن قبل ذلك لابد من طرح بعض الأسئلة فيما يتعلق بقدرة إسرائيل وجيشها على إدارة الحرب في المدن. الحرب في المدن
ممكنة ولكنها ليست واجبة. ما هو واجب هو النتيجة، والنتيجة ينبغي أن تكون القضاء التام على الجناح العسكري لحماس في غزة. أنا لم أقل بأنه مثلا القضاء عليها حركة سياسية، ولكن كقوة عسكرية ينبغي القضاء عليها. إذا لم نفعل ذلك فإننا لم نفعل أي شيء بعد ما حدث يوم السبت. لا يمكن أن يكون لديهم أي قدرة عسكرية. أنا أقول لك كهذا كمواطن إسرائيلي بأنهم ينبغي حرمانهم تماما من أي قدرات عسكرية. سيد جيفري لورد، كيف فعل ذلك؟ كيف نفعل ذلك؟ طبعا في هذه اللحظة الأمر يتعلق بالهجمات الجوية، أو ربما الهجوم البري، طبعا ربما لا يمكن تجنبه، ولكن المهم هو النتيجة. كما قلت، النتيجة هي لا جناح عسكري لحماس. سيد جيفري لورد، في ظل ما تسمعونه فيما يتعلق بالقضاء على حماس عسكريا في غزة، ما المسموح بالنسبة للولايات المتحدة وغير المسموح في هذه الحرب؟ الولايات المتحدة لديها يد مطلقة لكن نسبيا. أعتقد أن قيادة الحكومة الأمريكية توافق بحذر على ما قاله الجنرال، ولكن أود أن أضيف بأنني حين كنت شابا كنت أعمل لدى رجل من رجال أو عضو في الكونغرس، وأتذكر حين الرئيس المصري السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن جاء للتفاوض لما أصبح بعد ذلك اتفاقية كامب ديفيد، ولم يكونا بعيدين، ورأيناهما يصلان، أنا رأيتهما يمشيان مع بعضهما البعض، ثم تحدث مع أعضاء الكونغرس. النقطة هي لا يمكن تحقيق السلام، لا يمكن إذا استمررنا في هذا الطريق. أعتقد بأنه كما قال الجنرال، الهدف هو نزع السلاح من حماس، وأتوقع بأن الحكومة الأمريكية ستتعاطف مع هذه القضية. سيد عكاشة، برأيك المدى الذي يمكن أن تصل إليه إدارة بايدن في دعم إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع حصيلة الجرحى والقتلى في قطاع غزة؟ هناك مصادر فلسطينية تتحدث عن انهيار القطاع الصحي بالكامل بعد قطع الماء والكهرباء. يعني أتوقع بالنظر إلى ما كان يذكره مراسلكم قبل بداية هذا الحوار حول الإشارات الأولية التي بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يشير إليها حول قتل المدنيين، أظن أن رغم المزايدات والتصريحات الإعلامية الصادرة من الجانب الأمريكي باعتباره هو الراعي لهذه العملية، ليس الداعم لإسرائيل فقط، هو راعي لعملية سلام يهم بشكل كبير معادلة التوازن الإقليمي بصورة كبيرة وبصورة هامة لواشنطن، أن يمارس قدر من ضبط الإيقاع الإسرائيلي في المستقبل بعيدا عن التصريحات الإعلامية أمام وسائل الإعلام والإفراط في الحديث عن الدعم الإسرائيلي. لكن أظن أن مهمة وزير الخارجية الأمريكي ستساهم في احتواء هذه الفورة الإسرائيلية التي تذهب لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا والتدمير. سيكون هناك عقلنة لهذه العملية حتى وإن كانت هي عملية انتقامية، ستتشكل من القوى العربية والضغوط تعمل على مدار الساعة في أكثر من عاصمة عربية ذات اتصال بالولايات المتحدة واتصال وثيق، وأيضا ذات اتصال بإسرائيل، وهناك علاقات ورسائل متبادلة حول تهيئة بيئة، لو كنا نتحدث عن تسوية سياسية قادمة على إسرائيل ألا تتغول وألا تقوم بنسف إمكانية وجود ما يمكن الحديث بشأنه في المستقبل. ننتقل إلى ضيفنا الجنرال إفرايم سني. سيد إفرايم، ما الذي يفهم من تعيين إسرائيل للعميد موشي تمير قائدا لقوات الاجتياح في القطاع، خصوصا وأن له ماض مثير للجدل، وهو بنفسه شكك في قدرة
الجيش الإسرائيلي في أي حرب برية؟ أظن بأن الجنرال هو قائد مميز. أنا لا أعرف ما تحدثت عن الماضي، ولكنه قاد عملياتنا في جنوب لبنان، وهو جنرال قادر جدا، وأظن بأنه خيار رائع لمثل هذه العملية المعقدة في غزة. وأنا لست متأكدا كما قلت بأنها ستحدث، ولكن أظن بأن الشخص الذي يمكن أن يفعلها هو هذا الجنرال. لقد خدم، أنا خدمت، هو خدم في الجنوب وأنا خدمت في جنوب لبنان، أنا أعرفه جيدا. ولكن المعلومات الواردة عن تاريخه بأنه سقط عدد من الجنود الإسرائيليين قتلى خلال إدارته لبعض العمليات، سيد إفرايم. حسب ما أظن، أعتقد بأن حزب الله قتلهم، نعم، وبعض الميليشيات الإيرانية، وحقق نجاحا كبيرا في القتال قبل طبعا أن تقرر الحكومة أن تسحبه من لبنان، ولكن كما قلت حقق نجاحا كبيرا في العمليات. وطبعا إذا تحدثنا عن سيرته الذاتية فهو قد قدم خدمة كبيرة لبلدنا. تقول بأنه غير مؤكد هذا الاجتياح البري، لكن ماذا عن استدعاء أكثر من 300,000 من جنود الاحتياط؟ ألا ترى فيه ذليلا على حرب طويلة الأمد سيد إفرايم؟ لدخول إلى غزة وللدخول من نقطة إلى نقطة هناك، طبعا هذه ليست مهمة سهلة، الأمر يتطلب قوات كثيرة، لذلك علينا أن نكون مستعدين جيدا، ولذلك قوات الدفاع الإسرائيلية جندت الكثير من الاحتياطيين. ما سيفعل لا يعرف طبعا. ونحن ندير هذا الحوار الآن، لابد أن نذكر بمجريات الأحداث الميدانية الحاصلة الآن. غزة دائما تحت القصف المستمر في هذا الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس والفصائل الفلسطينية على بلدات إسرائيلية داخل إسرائيل. نرى الدخان الكثيف الأسود يتصاعد من بعض المباني التي كانت هدفا لهذه الغارات الإسرائيلية. عودة إليك سيد جيفري لورد. سيد جيفري، فيما يتعلق بالهجوم البري أو الحرب البرية التي تنوي إسرائيل شنها على القطاع، ما هي أبرز المخاوف الأمريكية لديكم فيما يتعلق بهذا الشأن؟ القلق الأول هو إذا إسرائيل مثلا بطريقة ما خسرت، إذا كان عليهم أن يفعلوا ذلك. أنا طبعا لست خبيرا عسكريا، ولكن إذا فعلوا ذلك فأتوقع لأنهم أولا يظنون بأن هذا واجب عليهم، وبأنه احتمالا بأن لديهم احتمالا كبيرا بأن لا يقتلوا النساء والأطفال. الحكومة الأمريكية أعتقد بأن، والوزير بلينكن طبعا موجود هناك، فهو ويضمن لهم ويؤكد الدعم العسكري، الدعم الأمريكي. لا أستطيع أن أقول ما إذا كان بأسلحة أو بأموال أو الحضور العسكري والقوات الأمريكية في البحر المتوسط، أنا لا أعرف. ولكن مرة أخرى، إذا تحدثنا عن السياسة هنا في الولايات المتحدة، رغم كل المظاهرات أو بعض المظاهرات هنا في البلاد، فأعتقد بأن بالأغلبية ربما وبطريقة فإن الشعب الأمريكي يدعمون إسرائيل ويريدون أن يكون هناك حل ينهي هذه الوحشية التي نراها على التلفزيون. سيد عكاشة، ما نقاط قوة حماس والفصائل في قطاع غزة في حال الاجتياح البري؟ القوة الأولى هي قوة معنوية. الشعب الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال والأوضاع مأساوية،
والتوغل الإسرائيلي في إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا يجعل التوحد حول مفهوم المقاومة هو الأكثر أولوية والأكثر ترجيحا. هذا الهدف، هذا البعد المعنوي له يعني أثار إيجابية كبيرة جدا في الأداء القتالي الذي لا أظن أن لا حماس ولا الفصائل الفلسطينية الأخرى ستتخلف عن مواجهة إسرائيل بمقاومة شرسة. حرب المدن هي معضلة ومعادلة صعبة تصعب حتى على الدول الكبرى، كما تابعنا للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان في بعض فصولها، الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من فصول حربها على العراق، روسيا في أوكرانيا. يعني هذه النماذج حاضرة بالصوت والصورة، ولم تحقق الدول الكبرى انتصارات لا كاسحة ولا حاسمة في مثل هذه النوعية من أنواع القتال. فأعتقد لذلك سيكون هناك مراجعات، ومراجعات ساخنة أظنها بدأت ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. الأمر الثاني أن الطبيعة الجغرافية ستلعب لصالح الأطراف التي تدافع عن أرضها، حتى وإن كان الهجوم عليها بهذه القوة النيرانية غير المحدودة. الدفاع هو أسهل إيقاع ضحايا آخرين في صفوف الجانب الإسرائيلي، ربما يهز وإلى الأبد الثقة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. مشاهد خسائر إسرائيلية على أراضي قطاع غزة في اجتياح بري كفيلة بأن تعيد ترتيب الأوراق وتخلطها بقوة. ليس الأمر لا نزهة ولا سهلا على الإطلاق، خاصة وأن الأهداف الإسرائيلية لازالت أهداف مراوغة غير حاسمة، لم تتحدد بصورة جلية حتى اللحظة سوى عملية الانتقام لما جرى لها في 7 و8 من هذا الشهر. طيب سيد إفرايم، ماذا لو اشتعلت جبهة الشمال مع لبنان؟ إلى أي مدى ستختلط أوراق إسرائيل التي يقال عسكريا بأنها لا تستطيع بجيشها فتح جبهتين في نفس الوقت؟ قبل أن نتحدث عن الحدود الشمالية، هناك شيء حين نتحدث عن الاحتلال في غزة في 2005، إسرائيل انسحبت تماما من غزة، وأيضا فككت كل المستوطنات الموجودة هناك، وحماس سيطرت طبعا على غزة بعد ذلك. لم يجلبوا استثمارات، لم يجلبوا النمو، ما جلبوه هو الصواريخ وبناء منصات إطلاق صواريخ وصواريخ، وأيضا غذوا الإرهاب. من يدفع التكلفة؟ هم الفقراء الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة، هم الذين يدفعون الثمن. ولكن لا أحد يمكن أن يشتكي ضد حماس، لأنهم يحكمون حماس يحكمون غزة وجعلوها سجنا، وليس هناك دولة في العالم يمكن أن تتحمل أو تسمح لأن يتم إسقاط 20,000 صاروخ عليها وضد مدننا. من يمكن أن يتحمل ذلك في العالم؟ من يمكن أن يصمت؟ إذن ولكن غزة هي الآن في الموقف نفسه. سيد إفرايم، غزة الآن تعيش الموقف نفسه، وقد تعيش الأسوأ في الأيام المقبلة. غزة تحت قصف شديد، تقول إسرائيل بأنه يطال قواعد حماس العسكرية ويعني كل مواقعها الحيوية، لكن في نهاية المطاف هو يؤدي بحياة المدنيين. هل تعرف سيد إفرايم بأن 448 طفلاً و348 امرأة كانوا من ضمن الضحايا الذين سقطوا في هذه الأيام الستة في غزة؟
هل حسبت عدد أيضا أطفالنا الذين قتلوا؟ ليست مهمتي أن أحسبهم. وزارة الصحة الفلسطينية كيف تحسبين؟ وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن ذلك. وزارة الصحة الفلسطينية سيدي إفرايم كما نأخذ المصادر الإسرائيلية أيضا نأخذ في الحسبان ما تقوله المصادر الفلسطينية. المصادر الفلسطينية تقول لغاية اللحظة سقط 1417 مدني في غزة، من بينهم 448 طفلا. أنا لا أتحدث عن الأرقام، ولكن أوضح هنا بأن هذا مأساوي. وطبعا أنا لست الآن مثلا لا أقف مع الفلسطينيين، بل بالعكس، ولكن هذا نتيجة لعدوان حماس. حماس هي التي جعلت غزة قاعدة للإرهاب. ليس على أرضكم الصواريخ، الصواريخ أطلقت على بيتي أنا حيث أجلس أنا الآن هنا. هنا في الخارج سقطت صواريخ، أطلقوا صواريخ. من كان يمكن أن يوافق على هذا في دول أخرى في العالم؟ لا أحد. وهذا غير مقبول، وهذا ينبغي أن يدمر. لا أحد يريد السماح لإطلاق بأن تكون هناك قوة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. سألتيني طبعا عن الشمال، أيضا أقول إن هذا ينطبق أيضا على الشمال وعلى لبنان. نعم سيد جيفري لورد، طبعا نحن في متابعة لمدة 6 أيام لهذا الصراع المستمر نتيجة 70 عاما كما يقول الفلسطينيون والعالم لاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هل قصرت الإدارة الأمريكية الحالية وقبلها إدارة ترامب في ما يتعلق بحل الدولتين، خصوصا مع يعني الأولويات التي ظهرت فيما يتعلق بحرب كورونا، أيضا فيما يتعلق بالسلام مع بعض الدول في الشرق الأوسط؟ لماذا قصرت الولايات المتحدة في تحقيق هذا السلام بين إسرائيل والفلسطين؟ أعتقد بأن ذلك لم يكن بسبب نقص المحاولات، ولكن طبعا كان هناك تحرك أدى إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، والناس كانوا متشككين ما إذا كانت الاتفاقيات ستساعد. وأعتقد بأن حقيقة أن الرئيس ترامب كان خارج كل هذا ولم يعمل في الحكومة من قبل، ونظر بطريقة جديدة إلى النزاع، أعتقد أن ذلك ساعد، وأعتقد أن ذلك سيستطيع أن يساعد أيضا. في نهاية المطاف لا أحد ينتصر حين تحدث هذه الأمور، وما نراه على التلفزيون الآن، وحين يتم التطرق إلى أمور فربما شخص يأتي بطريقة جديدة ويحاول أن يوقف. ولكن أقول إن هناك أشياء فظيعة تحدث الآن، ولو لم يحدث هذا في البداية لم نكن لنرى هذا في الآن. سيد عكاشة، هل يمكن حقيقة عمليا القضاء على حماس عسكريا، خصوصا وأن إسرائيل تتهم إيران بتمويلها؟ يعني أعتقد أنها فرضية نظرية من دون شك، وحتى هذه اللحظة على الأقل فصيل مقاوم أيا كان حجم تأييدنا له أو إدانتنا أو تبعيته أو من يقوم بإمداده بالسلاح أو بالتدريب أو بالتأهيل، لكن في النهاية لا يمكن القضاء عليه قضاء نهائيا. أعتقد للضيف الإسرائيلي عليه أن يعيد ذاكرته إلى كل جولات التصعيد التي كانت تجري في قطاع غزة. كان الهدف الرئيسي والذي كان يخرج بتصريحات رسمية من القادة الإسرائيليين هو ضرب القدرات العسكرية لحماس أو للفصائل الفلسطينية، لا القدرات بعد 5 جولات تصعيدية، لا قدرات حماس تم تقويضها ولا قدرات الفصائل الفلسطينية. هو شعب محاصر وتحت الاحتلال، لا يمكن الحديث حول أن هذا الشعب سيستسلم لما يحاول الجانب الإسرائيلي
فرضه عليه بأي صورة من الصور. مفاهيم الحروب غير المتماثلة التي تدرس في كافة المعاهد العسكرية والأمنية الآن تجعل لمثل هكذا فصائل أفضلية. على الجانب الإسرائيلي أن يراهن على الأصوات المعتدلة داخل فلسطين والتي هي حتى اللحظة تؤمن بالسلام، ويجيبوا على أسئلة حضرتك المتعلقة بحل الدولتين التي حاولت الحكومة الإسرائيلية الحالية أن تدفن هذا المسار إلى الأبد. هذا أمر غير منطقي على الإطلاق، وهو أيضا أمرا نظريا مثله مثل الرغبة في القضاء على حماس، والتي لن تكون هكذا تدار المعارك العسكرية ولا الأفق السياسي. على الجانب الإسرائيلي أن يقيد من مسألة يقيد يديه عن الإيقاع بمزيد من الخسائر في صفوف فلسطين الفلسطينيين، حتى يترك المساحة للسياسيين الفلسطينيين المؤمنين بأن هناك مسارا للسلام يمكن تنشيطه ويمكن إعادة الحياة إليه، ومن ثم الوصول إلى التفاهمات حول حل الدولتين. سيد إفرايم، كيف تعالج إسرائيل مقاربتها المختلفة عن مقاربة إدارة بايدن فيما يتعلق بوقوف إيران وراء هجوم حماس على إسرائيل؟ الحقيقة هي أن إيران تدعم حماس، فطبعا هذا معروف جدا، كما هو معروف بأن إيران مثلا كانت وراء الهجوم على مطار أبو ظبي وعلى أيضا أرامكو في السعودية. هذا معروف، إنهم يستعملون وكلاءهم مثل الحوثيين أو حماس لمهاجمات دول أخرى في المنطقة، هذا ليس جديدا. هنا في عالمنا في يوم السبت الهجوم كان وحشيا وأقسى، قد نساء وأطفال قتلوا، ولكن العدوان هو نفسه. وللأسف فإن الإدارة السابقة لم ترد بوضوح كما إدارة بايدن الآن وكما تفعله الآن إدارة بايدن. فكل الدول في المنطقة عليها أن تتشجع بسلوك إدارة بايدن الآن. وذكرت طبعا، وذكر السيد عكاشة ذكر مثلا التصعيدات السابقة، ولكن هذا كان بسبب خطأ الحكومة الإسرائيلية التي سمحت لحماس بأن توجد في غزة على مدى سنوات طويلة بدلا من تدمير قاعدة الإرهاب كما آمل أن يحدث الآن. لأنني أنا طبعا مع حل الدولتين، ولكن أين هي الدولة الثانية؟ هل هي حماس؟ لا، بكل تأكيد لا حماس ولا داعش ولا دولة داعش. إذا كان هناك حل للدولتين، ماذا عن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس؟ سيد إفرايم، ألم يكن شريكا في عملية السلام؟ للأسف فآخر مرة محادثات جدية جرت بين زعماء إسرائيل وفلسطين كانت في 2008، وفي بداية 2009 الحكومة تم استبدالها، ومنذ ذلك الوقت لم تكن هناك محادثات جدية. ربما حان الوقت لفعل ذلك الآن. أنا لست متأكدا ما إذا كان الأمر ممكنا مع حكومة إسرائيل الحالية، ولكن أعتقد بأن ربما هذا ضروري جدا. ما هي الفترة الزمنية التي يمكن أن تستمر فيها هذه الحرب البرية إن بدأت؟ يعني القضاء على حماس لن يكون سهلا، المرحلة ستكون صعبة كما يقول المسؤولون العسكريون والسياسون في إسرائيل. برأيك ما قدرة الجيش الإسرائيلي على احتمال حرب طويلة الأمد سيد إفرايم؟ طبعا سيكون من غير المحترف أن أتوقع جدولا زمنيا في حرب
فالحروب دائما مجهولة كما تعلمين. أنا أعلم بأن هذا نعم إنها ليست حربا سهلة وطويلة، ولكن النتيجة ينبغي أن تكون الدمار الكامل للجناح العسكري لحماس. كان ينبغي فعل ذلك منذ وقت طويل جدا، ولكن الآن مع ما حدث يوم السبت ومع طبعا مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي، فالآن حان الوقت، وآمل بأنه بعد ذلك فستكون هناك مبادرات بعد ذلك. ليس ما دامت حماس تسيطر على غزة. وأعطيك مثلا، دعونا نقول إن السلطة الفلسطينية من رام الله مثلا سيطرت على إدارة غزة، فهذا مستحيل. أنا كنت ضد ذلك. شكرا، لأنه أعذرني على المقاطعة سيد إفرائيم سني. شكرا النائب والوزير السابق الجنرال إفرائيم سني من تل أبيب، شكرا لك. أشكر أيضا ضيفينا خالد عكاشة وأيضا ضيفنا في واشنطن، شكرا جزيلا لكم.